لا 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 انا اسفه يا رشدي، انا السبب. يا ستي خلاص، ما انا اتعودت ابهدل بسببكم، مره ابوكي ومره انتي. انت اللي خلاك تضربه؟ انا والمصحف ما ضربته، انا اللي كنت تحت مش الطويل. معلش قلبك ابيض. انما ما قلتليش انت كنت رايح لابويا ليه؟ كنت رايح له فكره هتنقذه من الضيعه اللي هو فيه. فكره؟ فكره ايه؟ قلت له يا ادهم بيه، كل نفسك قبل ما حد ياكلك. مش فاهمه. هقولها لك بلغتك. Eat yourself before somebody eats you. مش فاهمه برضه. طب ما اقولها لك بالروسي ولا ايه؟ امال ايه ادمنستريشن بقى ومع التعاون والحاجات الكتير دي؟ ايه يا رشدي؟ ايوه اسكالوب هنا. هنفترض ان ده السوق. ابوكي بقى نزل له منافس جديد زي ما انت شايفه، كل منه نص السوق. صحيح، انا كتسلي حكيت لي على المشكله دي. كل اللي هنعمله بقى ايه؟ ان ابوك هينزل نفس الغساله القديمه بس باسم جديد، وهيسيب الاسم القديم زي ما هو. اوكي، يبقى بالشكل ده احنا معانا كام غساله في السوق؟ ثلاثه. ابوكي ليه كام واحده فيهم؟ اثنين. يعني ابوكي بقى معاه تلتين السوق بعد ما كان ليه النص. طب افرض النوع الجديد اللي ابويا نزله كانت من النص بتاعه هو، يبقى النظريه بتاعتي اتحققت بجد وحقيقي. لما ابوكي ياكل من نفسه احسن ما ينزل له حد جديد بغساله جديده ياكل منه. eat yourself before somebody eats you. يعني ايه؟ فهمتي؟ فهمت، فكره حلوه قوي. راجل حمار. الله، لازم يشتم. ويا ريت بقى ناكل ونغير السيره الهباب دي. احسن حاجه عملها ابوكي انه خلانا نقطع الاسكالوب. ده الواحد نسي شكل الجرايد. ده زحلقه نزل، جل زحلقه تزحلقه ويزحلقك. ده فكرتي الاعلان ده. بجد؟ امال ايه؟ ده حلو قوي. بعرف كده. لا اشربيها كلها على ما اخلص الفطور. ايه ده؟ ابوكي بلغ البوليس. يا نهار اسود ومنايا البنينه، انا كان مالي ومالي الحكايه السودا دي؟ رشدي، رشدي ايه ورنيت ايه وزفت ايه دلوقتي؟ انا كان ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. انا همشي، انا همشي وهمشي وضميري هيبقى مش واجعني. رشدي أسف على اللي أنا قلته. أنا بجد وحقيقي مش هسيبك أبدا إلا لما تقدري تقفي وتمشي ورا. أنا آسف بقى. يلا عشان إحنا فاكرين الكرسي صف تاني. تتجوزني يا رشدي؟ قلت ايه؟ تتجوزني؟ دي الطريقة الوحيدة عشان تحميك، لأن مفيش حد بيخطف مراته. عقد عرفي بتاريخ قديم، وأنا كتبت العقد. امضي. جبتي القلم ده منين؟ أنا مش بهزر يا رشدي. أنت مجنونة؟ أنت مش خايفة على سمعتك؟ مش أحسن ما تتبهدل بسببي؟ امضي بقى. أنت فكرتي كويس أوي في اللي أنت بتعمليه ده؟ أيوه، امضي. طب هاتي. أوعى تكوني كاتبة مؤخر صداق والحركات البلدي دي. ومن هنا ورايح، ها؟ مفيش خروج من البيت إلا بإذني. خليها معاكي. وأنا هاخد ده. بتعمل إيه يا رشدي؟ بتعمل إيه؟ أنت اتجننت؟ هتعمل ايه؟ ايه؟ بحط القميص في البنطلون. شبه هنا صح؟ هو مين؟ رشدي عوض. انت احلى. كل الناس بتقولي كده لما بحط القميص في البنطلون. رشدي. ايوه. تعمل ايه لو انا وقفت ومشيت على رجلي؟ تمشي ازاي يعني؟ مش قصدي يعني، انا اقصد يعني اكيد طبعا هبقى فرحان ومبسوط، واكيد يعني ده انا ممكن اتشل من الفرحه.
بقول لك ايه، انا مش قادر، مش هخش بقى. لا انا عايز اقعد لوحدي شويه. طيب انا هخش انام. يلا تصبح على خير. طب الاهل كنت مستنيك لما تصحى عشان كنت ناوي اقول لك ان كنت عارف رشدي. انا رشدي اسمعني، انا لسه دلوقتي كنت قاعده. رشدي انت عبيط يالا ولا بتستعبط؟ هي بقت الموضه دلوقتي ان البنات هما اللي بيخطفوا الرجاله ولا ايه؟ وكتاب الله يا باشا، وكتاب الله زي ما حكيت لك كده بالظبط. انا اتضحك عليا، انا كنت مخطوف. كنت ايه؟ كنت مخطوف. مخطوف؟ واتخطفت بس ولا حصل حاجه تانية؟ لا لا الحمد لله ما افتكرش ان حصل اي تحرش. تعرف انت هيجرى لك ايه يالا؟ ولا انت ما بيهمكش من البوليس؟ لا بيهمني يا باشا، بخاف طبعا. ما تخافش من البوليس. بخاف. ها؟ ولا الحركات البلد اللي بيعملها البوليس؟ ده انت هتشوف حركات. ايه ده يا باشا؟ لا يا باشا خد بالك، انا مواطن شريف وله حقوق. انا ما حدش هيقدر يعمل لي حاجه على فكره. نعم يا روح ماما. ايوه ده انا بلغ نقابه المحامين والهلال الاحمر ونقابه الضباط وعملوا لكم فضيحه هنا اهو. خدوها الحاجز. ايوه. يعني ايه؟ عايز انا اقول للناس والجرايد ووزير الداخليه اللي قلب الدنيا عشان حضرتك ان انت وصاحبتك كنتوا بتلعبوا؟ ما فكرتيش بشكل انت وهي؟ معلش يا انكل احنا اسفين، ما كانش قصدنا. بصراحه انا مش بفكر دلوقتي غير في رشدي اللي ممكن يروح في داهيه بسبب الحكايه دي. وما فكرتيش كده ليه من الاول؟ هي الحكايه جت معايا كده، ما كانش في دماغي ان ممكن حد يتحبس بسببي. خلاص خلاص، هو نصيبه لحد كده. نقفل على الموضوع ده وكل واحد يروح لحاله، وكفايه فضايح لحد كده. طب ورشدي؟ طبعا هيتسجن يا انسه ملك، ده خاطف انثى وحاول يبتز ادهم بيه. ايوه يعني شويه تهم توديه في 60 داهيه. يا انكل لطفي احنا اللي اتفقنا معاه انه يعمل كده، ما ينفعش يجي في الاخر ويتحبس. ما هو لو ما اتحبس في ناس تانية هتتحبس. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ممكن اتحبس؟ يا ستي مش انتي، ما تقول لها يا متر. قصدك انا؟ او ادهم بيه؟ ايه؟ مش هو اللي مقدم البلاغ؟ انا باختصار هقول مش هو اللي خطفني، لان مفيش حد بيخطف من مراته. ايه؟ احنا متجوزين عرفي. عرفي؟ والعقد معاه. انت اكيد اتجننتي، اتجوزتيه؟ اعمل ايه يا ربي؟ لطفي ورقه العرفي دي لازم ترجع، بالسوق بالعافيه لازم ترجع، يا اما هقتله واقتلها وارتاح. اهدى بس يا ادهم بيه، وكل حاجه هتتحل. اول حاجه لازم نقولها ان ده كان لعب عيال. قول اي حاجه يا لطفي غير الجواز العرفي. يعني رشدي هيخرج غصب عن عين ابوكي. حقك عليا يا جمعه. يا عم رشدي في ايه؟ ده السجن للرجاله. بس انا اتبهدلت قوي. وانا كمان. ايه يا عم في ايه بقى؟ ما تروق. تصدق البدله دي وحشتني. بس يا مالها اتلحت كده ليه؟ دي عايزه غسيل ايه؟ البدله دي مغسوله لثلاث سنين قدام على فكره. اوعى تغسلها. ليه؟ ممكن تشتمك. ايه ده حبيبي؟ الاجره ورا. Thank you.
استاذ علاء. مصيبه يا مصيبه مصيبه ايه يا استاذ؟ على فين؟ على فين؟ فين يا عم الامين؟ البيت بقى خطر وصدر قرار من الحي باخلاءه. يا نهار اسود من ايه؟ يلا طب ممكن اطلع اجيب حاجتي؟ يلا بسرعه بسرعه. يا نهار اسود. رشدي انا جاي اعتذر لك على اللي حصل. بتعتذري على ايه؟ مفيش داعي يعني، كل حاجه زي الفل، البيت هيقع وانا مش لاقي حته اقعد فيها، مفيش داعي للاعتذار يعني. رشدي انا بجد اسفه. اسفه على ايه يعني؟ هو انت اللي هتهدي البيت؟ عشان اللي حصل لك بسببي. قصدك يعني علشان مرمطيني وكده، ولا جايز عشان كنت هتضيعي مستقبلي، ولا جايز علشان ضحكتي عليا مرتين ثلاثه؟ لا ما تاخديش في بالك، هما الناس طيبين كده اصلهم، بايخين ما بيحفظوش الجميل. انا ما كنتش مرتبه ان كل ده يحصل. وهو حصل خلاص. دي ورقه الجواز العرفي، انا فاهمه ابويا انها معاك، خدها و واطلب منه قرشين كويسين عشان تبتدي بيهم حياتك ومستقبلك اللي انا ضيعته لك. انا خلاص بقيت اكسبايرد يعني، منتهى الصلاحيه، ولا مش عارفاها. انا مش عايز اسمع صوتك خالص، ومالكيش دعوه بالموضوع ده نهائيا. انا اسفه يا بيبي. بيبي سمعتيها فين دي؟ في مسلسل معالي زيد كانت بتقولها لاحمد بدير امبارح. وهي اي حاجه معالي زيد تقولها لاحمد بدير تقوم تيجي تقولها لي؟ افرضي انها حاجه سر. لا اسفه. يا كريمه. نعم. كريمه افهميني لو سمحتي. كريمه انت زي اختي، انا بعزك زي اختي، ها؟ واكبر دليل على كده ان انا ما رضيتش اطردك بعد الشهاده اللي شتيها عليا. انت عرفت؟ ايوه عرفت. عرفت وسابك تاكلي عيش. استهدي بالله كده وشيل الاوهام دي من دماغك. حاضر يا استاذ رشدي. يلا امشي. بقولك ايه؟ نعم. قولي كده تاني يا بيبي. يا بيبي. لا مش قادر، مش قادر يا كريمه، مش قادر. اخوات امشي امشي. صدق لو قلت لك ان دول كانوا اجمل 5 ايام قضيتهم في حياتي. بس لما شفتها بتمشي حسيت باحساسين عكس بعض خالص. ما اكذبش عليك انا كنت فرحان، كنت فاكرها مشيت بجد، بس في نفس الوقت حسيت كاني في نار في دماغي كانت بتخدعني. تخيل يالا جمعه، تخيل لما واحد يحب واحده وهي مشلوله ولما تمشي يكرهها. طب تكرهاش يا رشدي. اسمع، انت الوحيد اللي طلع خسران في اللعبه دي، ملك ورجعت لابوها، وانت اتبهدلت في الاقسام واتسجنت. انا لو منك اسمع كلام ملك واروح لابوها واخد منه فلوس، ده حقك، وبعدين هي موافقه على كده. حط لي 5 معالي عشان حاسس بهبوط. اتفضل. 50,000 جنيه اهم، وما تحلمش ان هدفع لك مليم زياده. فين الورق؟ 50,000 جنيه؟ عيب عليك، ده انت راجل مليونير، يعملوا ايه 50,000 جنيه؟ ده انا ما صدقت اقنعه. انا ماليش دعوه. طب قول انت عاوز ايه؟ انا مش طماع، انا هاخد نص المبلغ اللي بنتك كانت هتاخده منك وهي خطفاني. ايه؟ انت عايز 150,000 جنيه؟ لا، يقصد 500,000 جنيه. ايه؟ في ايه؟ انت معايا ولا معاه؟ هو اشتراك ولا ايه يا لطفي؟ ولا اشتريته ولا اشتراك. ايه؟ 500,000 جنيه كتير على حرية بنتك؟ ادفعهم له يا بابا من نصيبي في الميراث بتاع امي. انت خرسي خالص، انت ايه اللي معارك معانا؟ روح روح اقعدي هناك، امشي امشي.
وانت بتحلم. يبقى روح احلم في حته تانيه بقى، واضح ان احنا ما اتفقناش. استنى بس يا استاذ رشدي، استنى. اتفضل اقعد. ماشي. والله ما هيدفع مليم زيادة، أنا عارفه، ده معفن. أنا لما وافقت أقعد، وافقت أقعد علشان أساعدك، مش عشان أستغلك. يعني نقفل خط الانتاج ده وبلاش نصنع الغسالات يا فندم؟ المنافس اللي قصادنا مش سهل. طب ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي يا فندم. احنا دلوقتي نزل قدامنا منافس جديد اكل مننا نص السوق بعد ما كان السوق كله بتاعنا. مظبوط. ايوه شريط ده يخصك. شريط ايه؟ اسمعوا انت تعرف شريط ايه حبيب قلبي. طب ما تيجي. معلش عندي زبونه بفنشها. ماشي. وبكده هيبقى معانا تلتين السوق، او على اقل تقدير نوع الغسالات الجديد اللي هننزله هياكل من نصيبنا احسن ما يجي حد جديد وياكل مننا. يعني يا بابا كل نفسك بدل ما حد جديد يجي وياكلك. انا زي ما اكون سمعت الجمله دي قبل كده، بس والله فكره هايله. برافو عليك يا ملك، بس دي مش فكرتي. امال فكرة مين؟ ايه ده؟ رشدي؟ فايزة ازيك؟ وانت تاني؟ مالك فين؟ رشدي رشدي ازيك انت؟ انا سمعت شريط. ايه ده، وانت كل ده ما كنت سمعته؟ للأسف. وصدقت؟ للأسف، ما هو اللي بيحب حد لازم يصدقه حتى لو كان كذب عليه، بس انا صدقتك. انا قلت لهم على الفكره بتاعتك وعجبتهم. بابا رشدي هو صاحب الفكره. قلتي لابوك على فكرتي؟ يا ابني الايه؟ طب يا ابني فهمني الفكره واحده واحده بالراحه كده. هو انت اديتني فرصه افهمك؟ انت طردتني. عموما انا هعوضك، انا هعمل معاك عقد تسويق ب 300 جنيه في السنه. خد يا ابني خش جوه يا ملك. 350 ماشي؟ ماشي.
مع السلامة يا فندم. ما تقلقش رشدي بيه على وصول. مزمزل غادة. غادة غادة، أنا عايز أقولك على حاجة. أنت دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بقعدتك معايا. مين ده يا غادة؟ ده رشدي بيه. رشدي بيه؟ طب معلش عنده ارتباطات. لو سمحت حضرتك منتظرني؟ أيوة فندم. اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك. معاك رشدي اباظه. مين سيادتك؟ فريد شوقي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. رحت مارينا او حاجه قبل كده فريد؟ لا ما رحتش. ده انت هتشوف ايام سودة. ايه ده؟ دي من عند ابو نسمه صح؟ مظبوط. لا والله. ادالك بكام؟ 13 جنيه. لا ضحك عليك، ضحك عليك على فكره. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. لا مش هقعد على سعادتك وقت تاني يعني. يا راجل ده المليجي جوه وعماد حمدي والشله كلها جوه. ده انت مقوله.